ثلاث آيات تفتح لك أبواب الرزق الواسع. كثير منا يتساءل لماذا يضيق رزقي مع أنني أدعو الله باستمرار، وهل زيادة الرزق دليل على محبة الله تبارك وتعالى؟ وهل بالفعل أن الله عز وجل أنزل آيات خاصة بتكثير الرزق؟ أحبتي في الله، الرزق أمر معقد جدا وموجود في علم الغيب عند الله تبارك وتعالى، والرزق ليس هو المال. الرزق يكون نعمة ينعمها الله عليك أهم من المال. هناك من يملك المليارات ويعاني من أمراض كثيرة لا يستطيع أن يستمتع بالطعام، إذن هو حرم نعمة كبيرة جدا، نعمة الطعام. هناك من يملك الملايين ولكن لديه مشاكل في عائلته ومشاكل حوله، لا يستطيع النوم إلا بالحبوب المهدئة. هناك ملياردير ألماني انتحر وهو يملك أكثر من 10 مليارات دولار. إذن القضية ليست قضية مال أخي الحبيب، المال هو وسيلة من ملايين الوسائل الموجودة من حولنا التي سخرها الله لنا. يعني نعمة الشمس، الشمس هي وسيلة، وسيلة لكي تبخر ماء البحر فتتكثف المياه على شكل غيوم وتنزل الأمطار ونستفيد منها كغذاء، كشراب، نبات، حيوانات، وبالتالي هذا نوع من أنواع الرزق موجود عند الله. الله هو الذي خلقه خارج إرادتنا. هذا البحر من ورائي يحوي تريليونات الكائنات الحية في داخله، أسماك وغير ذلك، كلها لولا أن الله خلقها لحرمنا منها. هذا نوع من أنواع الرزق. الولد الصالح هو رزق. عندما تدخل إلى بيتك وترى زوجة إذا نظرت إليها تقر عينك بها، هذا رزق عالي جدا. عندما يتكلم الناس عنك بصورة طيبة في غيابك، هذا رزق أهم من المال. أنتم تعلمون أن هناك من المجرمين من ينفق المال على تحسين صورته. معنى ذلك أن الصورة الذهنية في أعين الناس أهم من المال. كيف ينظر الناس إليك، هذا أمر مهم. لذلك أخي الحبيب، هنا أود أن نتأمل هذه الآيات الثلاثة، وهناك أكثر من 100 آية ذكر فيها الرزق في القرآن، أكثر من 100 آية. أنا اليوم اخترت في هذه العجالة 3 آيات مهمة جدا حسب وجهة نظري، يجب أن نتدبرها ونفهمها. أنا أريدك أن تركز على فهم الآيات أكثر من موضوع أن تردد. ليس مهما أن تتكلم بكلام لا تفهمه، يجب أن تفهم. الآية الأولى أخي الحبيب: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. سبحان الله، الله يقول لك أولم يعلموا. في آية أخرى: أولم يروا، يعني شيء عظيم. طيب، نحن علمنا بالفعل أن رجل مثل بيل جيتس مثلا، الذي كان يصنف كأغنى رجل في العالم، أساسا لا يملك المال، وكان موظف بسيط، قدحت في ذهنه فكرة معينة وتوافرت الظروف لتطبيقها، واتبع قواعد معينة فحصل على الرزق. آخر شيء تبرع بمعظم ثروته لأنه وجد أن هذا المال ليس له أي قيمة. إذن الله عز وجل يريد أن يختصر عليك الطريق ويقول لك ليس المال هو المهم. انظر كيف بسط الله الرزق لهذا الشخص وغيره. ولكن ما هي الفائدة؟
هل إذا مات يستطيع أن يستأجر شخصا ليموت عنه أو ليدخل مكانه في القبر؟ هل إذا تألم يستطيع لو دفع ثروته كلها يستطيع أن يستأجر شخصا ليتألم عنه؟ هل إذا أصابه مرض خطير لو دفع ملايين الدنيا هل يستطيع أن يصرف عنه هذا المرض؟ هل إذا جاء ملك الموت يستطيع أن يشتري ثانية واحدة من عمره بكل مال الدنيا؟ لا يستطيع، لا يستطيع أن يزيد في عمره ثانية واحدة. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك أيها الأحبة، هذه الآية مهمة جدا لكي نهدأ ونطمئن ونعلم أن الله بسط الرزق لفلان لحكمة ومنعه عن فلان لحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يضيق المال في بيته، لا يجد ما يأكل، مات ودرعه الشريفة مرهونة عند يهودي كما في البخاري على 30 صاعا من شعير. ماذا يدل ذلك؟ النبي يريد أن يقول لك المال ليس كل شيء، المال ليس هو الرزق الحقيقي. الرزق الحقيقي عند الله، فابتغوا عند الله الرزق. الآية الثانية أخي الحبيب اقرأ معي: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. بدأت هذه الآية بكلمات عظيمة: هو الذي يريكم آياته. انظر كم آية من حولك. السمع آية من آيات الله، البصر آية من آيات الله، اللسان آية من آيات الله، دماغك هذا الذي فيه 100 مليار خلية آية من آيات الله، الكون من حولك متوازن بدقة، درجة حرارة الهواء مناسبة لحرارة الجسم، كل شيء منضبط من حولك، آيات الله تحيط بك. هذا الإله العظيم الذي أتقن كل شيء أيعجز أن يرزق إنسانا يقول يا رب؟ طبعا لا. لذلك أخي الحبيب هنا قال الله تعالى: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. إذن الذي يعود إلى الله ويرجع إلى الله ويستيقن أن المصير إلى الله، هذا هو الذي يتذكر. الآية الثالثة أخي الحبيب اقرأ معي: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. من عدل الله تعالى أنه لم يقل هنا: يا أيها الذين آمنوا. الله لا يرزق فقط المؤمنين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ من الذي سخر هذه الشمس؟ من الذي سخر نعمة الريح؟ من الذي سخر الجاذبية الأرضية لنستقر على هذه الأرض؟ من الذي سخر لنا البحر، النباتات، الكائنات الحية؟ من الذي خلق هذه الأرض مريحة لنا، ممهدة أمامنا؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لا إله إلا هو إله واحد قادر أن يرزقك، فأنى تؤفكون؟ كيف تكذبون؟ كيف تظنون بالله ظن السوء؟ كيف تقولون إن الله لا يرزقنا؟ كيف تدعون أنه لا يوجد إله؟ كيف تثق بإنسان ضعيف مثلك أكثر من ثقتك بخالق الكون؟
لذلك أخي الحبيب هذه الآيات والله تثلج الصدر، ولكن يجب أن نفهم، أن نتدبر، أن نعقل. كلما عانيت أكثر كلما ارتفع مقامك عند الله أكثر، كلما تألمت أكثر وضاق حالك أكثر كلما رفعك الله عنده، ولكن بشرط أن تقول الحمد لله، بشرط أن تحمد الله تبارك وتعالى، لأن الله إذا أحب عبدا أصاب منه، إذا أحب عبدا ابتلاه، لأن هذه الدنيا أخي عبارة عن ساعة فقط، والآخرة خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. آيات كثيرة تدلنا على أن الآخرة هي الرزق الحقيقي. الرزق الحقيقي هو لحظة الموت عندما ترى ملائكة الرحمن تبشرك بجنات تجري من تحتها الأنهار. يا أخي أنت في هذه الدنيا ستفوز فقط من هذه الدنيا بقبر عبارة عن 2 متر مربع، هذا هو حجمك من الدنيا، ولكن في الآخرة هناك جنات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رزق الآخرة، فهو القائل ورزق ربك خير وأبقى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.